السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أبناء وبناتي طلبة وطالبات المرحلة الثانوية. نبدأ معاكم النهاردة كورس المميز في الكيمياء، أنواع الروابط الكيميائية. في عندي رابطة أو روابط تساهمية، في روابط أيونية، وده لغاية تانية ثانوي. طبعا احنا عايزين نخش على تانية ثانوي برضو، وهنلمح للرابطة التالتة اللي احنا بنقول عليها ايه، التناسقية. في رابطة رابعة الهيدروجينية. في رابطة خمسة الفلزية. الرابطة الفلزية. يبقى في عندي خمس روابط بس هنركز حاليا على نوعين من الروابط. التلاتة التانيين دول ان شاء الله هنقولهم في شرح المنهج بتاع تانية سنة. خلاص الكلام ده مهم يا جماعة. الروابط التساهمية والروابط الايه الايونية. طبعا عشان نعمل مقارنة سريعة وما نضيعش وقت وبالامثلة، الرابطة التساهمية تنشأ بين لا فلز ولا فلز. ادي حاجة. يعني ايه يا مستر؟ في حاجة تانية. الرابطة التساهمية، ادي اول معلومة اهي. المعلومة التانية، السالبية الكهربية، او الفرق في السالبية الكهربية اقل من 1.7 بين العنصرين. بين ايه؟ العنصرين. اقل من 1.7. وكلام تفصيلي كتير بقى. خلاص الرابطة الايونية تنشأ بين فلز ايونه موجب ولا فلز ايونه ايه سالب. طيب السالبية الكهربية، هتكون اكبر سالبية الكهربية بين العنصرين، هتكون اكبر من 1.7. ملاحظين هنا اكبر من وهنا اقل ايه من. طيب الروابط التساهمية الامثلة كتير بقى، الامثلة مع الرسمة. يعني انا عايز الرابطة التساهمية في جزيء الاكسجين، يبقى الرابطة في جزيء الاكسجين، O8 و8. ملاحظين دلوقتي ان الذرتين زي بعض، تمام. يبقى الوقت السالبية الكهربية اقل من 1.7، يبقى دي رابطة تساهمية بلغة الايه الفرق السالبي. بس مش هتوضح لي احادية ولا ثنائية ولا ثلاثي. لا يوضح لي التوزيع القديم 2 6 2 6. دي نهايتها 6 محتاجة 2، نهايتها 6 محتاجة 2. اذا الاكسجين بنرسم المستوى الاخير، بنخلي ذرة الاكسجين ادي النواة وبشطب عليها شطبة بسيطة، المستوى الاخير برسمه، تمام. شوفوا كده، بتعرض اللي هي عاوزاه، هي محتاجة 2 الكترون مساهمة، يبقى بتعرض 2 وبتخلي 4 في خلفها، يبقى ده المستوى الاخير. ما رسمناش المستوى الاولاني، تمام. التانية زيها نفس الطريقة، اكسجين اهيت نفس تشكو مما تشكو من هذه الاولى، اهي هعمل شكل الالكترونات التانية، 2 و4 خلف ظهرها في الخلف. بعد لحظات يحدث التقارب، وهذه هي او هذا هو مغزى الايه الرابطة التساهمية. خلاص ركزوا بقى معايا، الاتنين ده هما اهم، والاربعة دول زي ما هم. يبقى انا خلصت من ذرة الاكسجين اللي ناحية اليمين، ودي النواة بتاعتها، تمام. تعالى ناحية الشمال، وتعالى ناحية الشمال، اتنين الكترون هم اكس واربعة في ظهرها. كلام خطير جدا يا جماعة، وجميل جدا جدا جدا، تمام. يبقى الرابطة ديت هتبقى رابطة تساهمية ثنائي. يبقى دي ذرة، اكسجين، دي ذرة اكسجين، ده جزيء الاكسجين،
طيب نوع الرابطة، رابطة تساهمية ثنائية. الكلام ده مهم جدا يا جماعة. انا جبت مثال لرابطة تساهمية ايه ثنائي، جبناها من حيث السلبية الكهربية وجبناها من حيث ايه الرسم نفسها. طيب ما تجيب لي رابطة النيتروجين، الرابطة في جزيء النيتروجين، والكلام ده مطلوب جدا. خلاص مطلوب في تانية وتالتة وأولى. خلاص يبقى الروابط هنا في، بنقول الرابطة في جزيء النيتروجين، أنا عندي النيتروجين 7 وهنا النيتروجين 7، يبقى فرق السلبية الكهربية الاتنين زي بعض هتبقى صفر. إذا هي رابطة تساهم إيه بلغة السلبية الكهربية. كلام جميل، نشتغل يلا. 2 5 و2 5 ده التوزيع الإلكترون. الأستاذة دي محتاجة 3 والأستاذة دي محتاجة 3، إذا نفس شكوى الاتنين، إذا هعمله تساهم، رابطة متساهمية. خلاص نيجي كده بالراحة خالص، أدي ذرة النيتروجين فيه 3 إلكترون محتاجاهم، بتظهرهم تخفي الاتنين التانيين ورا ظهرها، التانية زيها بالظبط تشكو من نفس الشكوى، إذا أظهرت 3 و2 في خلفها. بعد قليل سيتم الارتباط والمساهمة. خلاص الاتنين هيشتركوا مع بعض لان محتاجين نفس الايه الكلام اهو، ادى النيتروجين وده النيتروجين. بصوا اللي على اليمين كده، التلاتة بتوعها همت واتنين ورا ظهرها، هنا 3 والاتنين ورا ظهرها. لو بصينا رابطة تساهمية ايه ثلاثي، يبقى ده جزيء النيتروجين، ركزوا جزيء يتكون من ذرتين، ولكن الرابطة اسمها رابطة تساهمية، رابطة تساهمية ثلاثية. الكلام ده مهم جدا يا جماعة. طيب نجيب أحادية بالمرة عشان محدش يقول ايه المستر ساب الأحادية. أي مثال في الأحادية نجيبه مفيش مشكلة. خلينا في جزيء الكلور، جزيء الكلور، جزيء الكلور، الكلور سي ال 17 والتانية سي ال 17، بمفهوم السلبية الكهربية هي رابطة تساهمية، بس مش هيقول لي أحادية ولا ثنائية ولا ثلاثية. نوزع 2 8 7 محتاج واحد عشان يقفل التمانية، 2 8 7 محتاج واحد عشان يقفل التمانية عشان يبقى مكتمل. نفس الكلام، خدوا بالكوا دي ذرة نيتروجين ودي ذرة نيتروجين أصبح جزيء. نفس الكلام هنا، ادي الكلور، المستوى الاخير محتاج خدوا بالكم الكترون واحد اهو، والستة التانيين ورا، 1 2 3 4 5 6، التانية هتعمل زيها، ما هو نفس الزنقة ونفس الكلام اهو، ادي واحد وهنا 6، 1 2 3 4 5 6، يبقى دي ذرة كلور، دي ذرة كلور. خلاص هتبقى بعد قليل رابطة تساهمية أحادية. خدوا بالكم ناحية اليمين ادي الالكترون بتاعها، والستة هنا، 2 3 4 5 6، هنا 1 وهنا 6، 1 2 3 4 5 6، ادي رابطة تساهمية ايه أحادية. بنعمل النواة دايما في قلبها ذرة، يبقى ده جزيء الكلور مكون من ذرتين، والرابطة هنا ايه احادية، رابطة تساهمية احادية احادية. تعالوا بقى رابط الايونية، رابط الايونية فرق السالبية بين عنصريه اكبر من 1.7، اي رابطة تساهمية اي رابطة ايونية بعمل علامة زائد كده، ركزوا قوي في الكلمة دي، الكلام ده مهم جدا. يعني ايه يا مستر؟ انا عاوز نوع الرابطة في NaCl، دي مهمة طبعا، فلز ولا فلز، الصوديوم فلز، عرفت منين يا مستر؟ 2 8 1، اتكلمنا عن الفلزات قبل كده. طب الكلور Cl17، 2 8 7، يبقى لا فلز، يبقى الصوديوم فلز،
والكلور لافلاز، اذا تنشأ بينهم رابطة ايه؟ ايونية. يلا سريعا سريعا، بصوا كده ادي التوزيع الالكتروني اللي احنا عارفينه، اكتر من 10 يبقى 3 مستويات، 2 8 1، تمام. الكلور اكتر من 10 خلاص برضو اهو 3 2 8 7. كلام جميل. عاوز تقول ايه يا مستر؟ عايز اقول ان هذه الذرة دي ذرة اهي، ستفقد ولا تكتسب؟ تفقد 1 الكترون، وبالتالي تفقد مستوى باكمله. يبقى الوقت انا عندي هنا اصبح هذا ايون موجب، كلام متتالي ورا بعضه ومهم. يبقى اصبح 2A8، وبديله ايصال هذا الايون ان هو فقد ايه؟ الكترون، لان فقد مش هيترمى، ده الكلور هيستلمه الوقت. يبقى الوقت هنا اهو، خدوا بالكم مهمة جدا، وده هنختم بقى الحلقة النهاردة ان شاء الله. هنا هو اكتساب 2 ولا 1 1 الكترون. طب اما اكتسب 1 الكترون اصبح ايه؟ ايون سالب. كلام جميل اهو، ده مفيش فقد مستوى بقى، لان هيتضاف له الكترون. يبقى 2 8 8، وبديله ايصال ان هو اكتسب ايه؟ الكترون. ما بين الايون السالب والايون الموجب يحدث بينهما رابطة، او يحدث بينهما تجاذب، ساعات بنقول الكتروستاتيكي، يحدث بينهما تجاذب الكتروستاتيكي وتتكون الرابطة الايونية اللي هي NaCl. يبقى دي الرابطة ايونية ما بين ايون موجب وايون سال. طب في امثلة تانية؟ MgO، واسيبها لكم تحلوها انتوا بقى. خلاص اوضح لكم بس ان الام جي 12 والاكسجين كام؟ 8. برضو توضيح 2 8 2، 2 6، مش هوضح اكتر من كده بقى. يبقى ده هتبقى واجب، تمام. في حاجة تانية يا مستر؟ في كالسيوم واكسجين، الكالسيوم 20 والاكسجين 8، ومش هوضح بقى التوزيع، انتوا شاطرين. خلاص يبقى دي واجب برضو. دي كان اخر حاجة النهاردة في حلقة النهاردة، اتكلمنا عن الروابط الخمسة انواعهم، يعني تساهمية وايونية. ركزنا النهاردة على التساهمية والايونية، التناسقية في ذرة بتمنح وذرة بتكتسب، وده ناخدها بالتفصيل في منهج تانية سنة وان شاء الله. الهيدروجينية اللي بين جزيئات المية وبعضها، رابطة ايه؟ هيدروجينية، وبتبقى اضعف من ايه؟ التساهمية. الرابطة الفلزية نتيجة فقد الالكترون، اذا في شحنات سالبة، فيه البروتون اللي هو شحنات موجبة، اذا بيحدث ترابط ما بينهم او تجاذب ما بينهم، بيكونوا الرابطة الايه؟ الفلزية. وكلما زاد عدد الالكترونات المستوى الاخير في الرابطة الفلزية زادت صلابة الايه؟ العنصر. يبقى الالومنيوم اخره 3، اذا صلب عن الصوديوم اللي هو اخر 1، ودي مهمة جدا في موضوع ان الصوديوم لين والالومنيوم ايه؟ صلبة، وساعات بنقول عليه ايه؟ صلب. ده كان اخر حاجة النهاردة في حلقة النهاردة، انواع الروابط الخمسة، واتكلمنا عنهم بالتفصيل التاني، الاولى والتانية، التالتة والرابعة والخامسة ان شاء الله في منهج تانية سنة، وبالتفصيل باذن الله في شرح الايه؟ المنهج. مستر مصطفى رجب يحييكم، مدينة دمياط الجديدة، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.